عشان وننهي المحاضرة، لأنه الإنترنت كلش ضعيف، يعني يا دوب نلحق نكملهن. إحنا مثالنا مال الامتحان كان هذا. قبل ما ندخل بالمثال، خلي أسولف شوية رياضيات. إذا كانت عندي هاي المحاورة الأصلية الـ x والـ y، هذا الخط اللي هنا اللي على محور y، هذا كل نقطة من نقاطه. طبعا هذا الحكي مال المتوسطة يعني، أو مال الإعدادية، المفروض يعني عفو، أو بس نستذكر هسه. كل نقطة من نقاط هذا الخط الواي بها شو تساوي؟ تساوي الارتفاع. يعني إذا ارتفاع الخط 2 سنتيم، فكل نقاط واي هنا الواقعة على الخط تساوي 2. أوكي، وماكو أي قيمة للإكس. ليش؟ لأنه هو نقطة هنا هي. فهو هذا الخط ما دام كل نقطة من نقاطه ارتفاعها واي، إذن معادلته هي واي تساوي 2. من إجينا هذا السؤال مال الامتحان، هذا إيش دي يقول بي؟ دي يقول إنه إحنا عندنا كيرف المعادلة مالته هي واي تربيع، يعني واي تربيع واي أس 2 تساوي 2 إكس. مطيني الكيرف لحد هنا، صار جزئين، هذا واحد كير وهذا مستطيل. فالسؤال ما بيكون فكرة، مجرد انه هنا تحسب السنترويد للمنطقة الاولى، والسنترويد انت اصلا تعرفه مال هذا الشكل المنتظم، فبعدين بس تسوي جدول. اسوي جدول مال الاريا والاكس داش والواي داش، وقسمتكم الى جروبين، مو كلكم تطلعون الواي داش ومو كلكم الاكس داش. فما بي شيء، مجرد تجي تقسم الجزء الى كير ينتهي لحد الستة ومستطيل. هذا سهل عليكم، احنا حلينا هواي مثله كلش هواي، بس بي مشكلة واحدة وهم يعني حكيناها، اللي هي شنو كانت؟ اللي هي انه قيمة واي ما بي ارتفاع. ما بي ارتفاع. بعضكم عاشت ايده شو مسوي؟ قايل انا راح افرض الارتفاع ما دام ما اعرف احل، فليش يروح علي السؤال؟ فجاي هنا انا فارض قيمة 2 مثلا، فارض انه هاي تساوي 2 وحال، بس هو ماكو داعي اصلا للفرضيه. ليش؟ لان انا علمتكم بالميت شلون تطلعون الارتفاع، وعدناها مرتين. حتى اتذكر راجح قال لي ما افتهمت عيديها. شنو كانت هي المعادله؟ واي تربيع تساوي 2 اكس. رجعوا للتسجيلات مال الفيديوهات مال التوتوريال مالتنا، وراح تلقوها بوحده من المحاضرات. لما هو مطيني قيمه اكس، هذه قيمه اكس موجوده، بس القيمة المقابلة لها الواي ما موجودة، خلاص هاي الستة اجي اعوضها هنا تطلع لي الواي. يعني اجي هسه ايش اقول؟ 2 في 6 تطلع 12، اذا الواي تربيع تساوي 12. بالحاسبة اجذر الواي، جذر 12 بالحاسبة تطلع 3.46. هذا كل ما بالموضوع، ومع ذلك اكو طلاب شو مسوين؟ قالوا احنا هاي غفلنا عنها، ليش يروح علينا السؤال؟ خلينا شنو نفرض القيمة، ففارضين القيمة وحالين على مود الخطوات يعني. واوكي هي يعني ما اعطيهم يعني يا ريت اللي ما عرف، يا ريت يجي سوا، يا ريت فرض قيمة وحل على مود بس نشوف خطوات الحل مالاته. وعموما احنا هاي انا شارحتها، ورجعوا للتسجيلات. زين هسه احنا بلي تفضل ست، احنا الارتفاع الواي هو واحد، ست ارتفاع الواي واحد، انا عندي قيمتين للاكس، يعني اثنيناتهم يطلعن الواي مختصات الارتفاع. لا 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 مو عندك، ست عندي اكس يساوي 6، لا ست ليش؟ عندي اكس يساوي 6 وعندي اكس يساوي 11، بلي يعني 5 زائد 6 لنهايه الشكل مالت المستطيل، يعني من تعوض 11
ما راح تطلع نفس اللي تعوض طبعا ستة، ما تطلع، انت راح يصير عندك اختلاف، طبعا ما انت راح تطلع، يصير عندك اختلاف، لان غلط تعوض انت 11. راح يصير عندك اختلاف. تدري ست ليش عيال غلط؟ نهاية الشكل، لا مو مو نهاية باوع لي يا ست يا نهاية شكل، الشكل. بس اسمح لي، احنا شو نريد نطلع؟ نريد نطلع ارتفاع الكيرف. هاي المعادلة خاصة بس بالكيرف، هاي معادلة خط مستقيم، هاي منا هاي واي تساوي واحد، مثل ما هسه سولفنا، هاي معادلة خط مستقيم. العفو، واي تساوي الارتفاع نفسه، واي تساوي اي الارتفاع نفسه، مو واحد يعني. هاي معادلتها تختلف، هذا خط مستقيم، مو من حقك تجي معادلة الكيرف تدخل وياها البعد مال المستطيل. تدخل انت وين الكيرف مالتك؟ ينتهي لحد الستة، خلاص لحد هنا حدودك، لحد هنا هاي المعادلة تشتغل. بعدها صار مستطيل، ممنوع تجي تاخذ الخمسة اللي هي مال المستطيل تحطها ويا معادلة الكيرف. معادلة الخط المستقيم تختلف عن معادلة الكيرف، فاهمني؟ فهي صحيح حكايتك صحيحة، بس هو شنو؟ بس هذا مستطيل، ما يجي مستطيل معادلته واحد والكيرف معادلته واحد. هاي الاكس حدودها من صفر الى ستة، لان الشكل اللي هنا يوقف. طيب واحد بعدكم يقول انا شلون اعرف؟ يعني مبينة، انا اصلا نطيتك البعد اللي هنا، خلاص هذا معناه انت تفتهم من عنده انه الكيرف لحد هنا انتهى، وهذا بلش شنو؟ مستطيل عادي، هذا خط. كل شو ما افتهمت يعني، ما عرفت تسويها او احتاريت او شكيت بيها، شو تسوي؟ تيجي تاخذ السبعة، اخذ سبعة هنا، نقطة رقم سبعة، هاي ستة اللي هنا خلصت، عوض السبعة هنا. سبعة في اثنين 12، جذر السبعة، جذر الـ 14 العفو، جذر الـ 14 راح تكون 3.7. اوكي، انت عرفت اصلا انه لحد هنا، لحد هنا هاي ايش قد القيمة قبل شوية طلعناها؟ طلعناها 3.46 يمكن. زين، السبعة ايش قد اعطتني؟ السبعة 3.74. السبعة اعطتني 3.74، يعني جبتي لهنا. زين، هاي النقطة إذا كانت ضمن الكيرف، مو المفروض الكيرف يصعد اللي هي شي؟ بس هو ما صاعد، معناها شنو؟ معناها هاي النقطة، معناها رقم سبعة ما ينتمي للكيرف، فهمت قصدي؟ رقم سبعة ينتمي لهذا الخط المستقيم، ما ينتمي للكيرف. فهذه كل فكرة السؤال، إنه هن جسمين، الأول بس بهاي الحالة ما راح يصير مستطيل الشكل الثاني، لا ليش مستطيل؟ هذا الخط ما راح يتوازن، لو ارتفع البوينت تتغير بارتفاع ما راح يتوازن، لا لا لا، يعني ليش ما يتوازن؟ يعني هسه وهذا ما راح تعطي نفس النتيجة، مو أني المفروض اذا اعوض 11 يعطي نفس الناتج، نعوض 6 لو يعطيني الواي واحد شلون شلون لما أعوض 11 يعطيني شنو؟ نفس يعطيني الناتج؟ نفس الواي، نعوض 6 يعني نهاية المستطيل، هذا أي العمود وهذا العمود نفس الارتفاع. هذه هسه ايش قلت؟ 3.46. أوكي، من النقطة 3.46 بلش الخط، بلش خط عدل، فهذا الخط، هذا المستطيل ارتفاعه هماتين بالضبط 3.46. من تجي هاي النقطة الـ 11 تعوضها بالكيرف، هذا غلط. ليش؟ لأنه هاي المعادلة فقط للكيرف، الكيرف خلاص لهنا. هو انت عندك اصلا كيرف، كل ما تحط بي اكس كل ما يطلع لك شكل منحني، انت شفته صار منحني، بعدين ثبت خط. هو لو مستمر النقاط متعوضة كمنحني كان رجع يرتفع هيجي، بس هو استمر خط. عموما احنا ان شاء الله راح ننزل واجبات تساعد هذا الهوم وورك، وهسه يعني اي احد يشاركنا بخطوة كاملة بالناتج مالتها، فهذا راح يساعده همين بالتصحيح مال السؤال. هسه اتفقنا احنا شنو؟ صارت هاي المنطقة الأولى وهاي المنطقة الثانية. ترى انا شفتها اجاباتكم مو بذات السوء، يعني ان شاء الله درجاتكم زينة الى حد ما راح تطلع بيه. بيكم الطالبة أفراح واصلة لهاي الفكرة، بس مكاملة غلط. أتصور ماخذة، ما أتذكر بالضبط، أتوقع ماخذة التكامل للـ 11، يعني فاهمة هاي الفكرة مال إنه هي صارت مستطيل وكيرف.
بس غلطانة بالأثناء الحل، معروف التكامل. هسه شو راح نسوي؟ قلنا صارت عندي هاي، العفو، هسه المنطقة الأولى، شو راح أحتاج؟ راح أحتاج أحسب لها المساحة. في area 1 شو تساوي؟ هي تكامل، منين قلنا؟ راح آخذ شريحة هيجي، عرض دي الشريحة اكس لو ماي عاشت إيدك، عرضها دي إكس، وارتفاعها واي لأنه موازية المحور واي، صفر لستة ستة هذا ستة إكس، صفر عاشت إيدكم، هاي من 0 إلى 6. الشريحة شنو مساحتها؟ مساحتها واي في دي إكس. بي دي اكس طيب أحد يستعد تعوض عندي اعوض كامل؟ مكان الواي ستة ستة عوض مكان الواي بلي عندي واي هذا ترجيع اجذرها يصير عندي جذر اثنين جذر اثنين جذر اكس جذر اثنين في جذر اكس هيجي، ايش هو الواي تجذر الطرفين بلي، تحت فهاي الجذر اثنين الطرفين معادلين جذر قيمة واي زين، يعني أقدر أكتبها بهالشكل لأنه هو جذر 1 على 2، فأقدر أكتبها نص، خلي أكتبها 1 على 2، ايه لا تشتبهون. مو فرق ست لا اثنين قوس جذر اثنين قوس أطلع واحد خارج على اثنين التكامل ست، بلي بس لحظة لي أنظر، ست الاكس يصير واحد أي والاكس يصير اكس تربيع على اثنين يعني هذا 2 أس 1 على 2 تطلع خارج التكامل، وهاي 0 إلى 6 إكس أس 1 على 2، هيك ثابت قصدكم؟ ثابت ثابت هذا اي ست بلي ست دي اضيف واحد اكس يصير ثلاثة على ايش اثنين، يصير؟ ثلاثة على اثنين مقسوم 3 على 2، وبعدين اضيف الحدود مال التكامل مال كل جسم، بلي من صفر إلى بعدين صفر، اعوض ست من ست صفر إلى اعوض صفر، هسه تعويض عاشت إيدكم، هذا يطلع الناتج بس مالتها نعوض 13.85، عاشت إيدكم. هسه منو اللي حكى وياي ستة عنكم؟ ست هسه طلع لي جسم وعليكم اكس السلام داش والواي داش ست الاكس داش والواي داش ست لحظة الاكس لحظة، داش يساوي ميو واي على المساحة احنا اللي داي حلو، انا احمد رحيم وفالح، مو لو انا ماشي غلطانة مسلم نعم ست بلي. فهسه شو راح نسوي؟ قلنا كملنا المساحة مال الشكل الاول، بعد احتاج احسب السنترويد. اوكي ستة طلع العزم الأول للإكس للإكس داش بس لحظة اسمح لي، هسه احنا احمد الميو وفالح ومسلم يعني سجلات لهم ست درجات بس على اضافية، مود المشاركة يا سيد البقية خلي ست على احد مود يكتب. المشاركة يا سيد اي عباس ست بلا زحمة تفضل. ست خلي اللي يحكي يرفع إيده يعني جاي تصير غوصة علي أنا ما جاي أفتهم أصلا من اللي يحكي اي هو لا خلاص، هو منا وجاي واحد يحكي، بس هو اللي يعني شارك مرة خلاص بعد هذا تتسجل له درجة، لأنه هسه احنا عندنا أحمد وفارح ومسلم خلاص سجلت لهم درجات إضافية على السلام مهم هذا عليكم المجال سيد البقية. عليكم السلام، هسه منو مستعد يطلع لنا العزم مال المساحة الأولى؟ الاكس مو تفضل فالح، مو خلي نعطي مجال العباس بلكي تزداد درجته. بلي عباس ست نطلع الاكس داش شو طلع لازم انا هسه طلعت المقام اللي هو الاريا، بعد لي البسط، اللي هو الام، شلون نحسبه؟ نفس القانون قلنا مال الاريا، عدا انه شنو انضربه في ست البعد مال الشريحة، بعدها عن محور في واي. البعد الشريحة ست بلي نعم ست اللي هي اكس اي هيجي، لو غير شي اي ست بلي كمل لي. نعم ست نعوض اي يعني الاكس بالواي اعوض بدل الاكس لو بدل الواي، شو اعوض هسه؟ اي بدال الواي ست نعم الواي، ليش؟ لان انا عندي دي اكس فهذا دي راح اكس يحكمني، نعم ست بلي فالاكس نعم ست تنزل، الواي شو اعوض عنها؟ 2 اكس
لا مو احنا بالمعادلة مالتنا واي تربيع تساوي 2x، الواي تربيع تساوي 2x، فالواي شنو؟ ما مبين احنا بال جذر جذر ستجاوب منو حضرتك؟ جذر جذر 2x. احمد رحيم سجلت لك درجة احمد. آه شكرا. جذر ست ال اي ست مو جذرت الطرفين بلي الواي تربيع اخذت الجذر مالته طلعت 2 اكس اي ودي اكس تنزل نوب نعوض الكامل الكامل هسه ونعوض حدود التكامل. نعم جذر 2 يطلع خارج التكامل من 0 الى 6 تنزل 6 نضرب ليش نكمل بعدنا ما كملنا قاعد اضرب قاعد اصفي مثل ما نقول. نعم ست كامل ال بلي فهسه كامل هنا عندي جذر 2 تكامل شنو هذه شلون راح ليش ست ليش ما ندخل الاكس قبل التكامل بعدنا هو ندخل الاكس قبل التكامل ندخل الجذر على 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 2 ايش قد يصير صار اكس تكعيب تحت الجذر 6 اول مره الاكس اكس اكس يصير 3 على 2 6 الاكس يصير 3 على 2 اي هسه وبعدين منها كامل يصير 5 على 1 على 1 على 2 عاشت ايدكم هنا جذر 2 هنا بعد ما اكامل هاي يصير اكس و 3 على 2 اكاملها يصير اكس و 5 على 2 5 على 5 اي مو هي مقام المقام بالضبط. نعم المفروض بعد التكامل يطلع لنا 49.88. هسه احنا عباس حلو ويانا ومنو بعد والبقية نفسهم ستة كاملة. لحظة خلينا نشوف اذا ما حد يعني مستعد يحل لنا الواي داش تكمل انت. احد يقدر يحل لنا الواي داش؟ ترى سهلة ست. اي واحد خلي شارك بقية طلاب وصير مناقشة ست اطالب زينب صلاح ست بلي هسه قرأت رسالتها مو مشكلة انا صورت اختها انضمت فش اسمه يعني قلت اوكي حتى لو اختها انضمت اهلا وسهلا بها. هسه منو جاوبنا؟ الواي داش احنا بعد طلعنا الاريا تبقى لنا الام. الام مش راح تكون الام تكامل هماتين من صفر الى ستة لكن شنو مساحة الشريحة في واي في 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 واي مساحة الشريحة في في شنو في واي على 2 في واي على 2 واي على 2 صفر ديفاي. اوكي مساحة الشريحة في واي على 2 مساحة الشريحة كانت واي في الدي اكس في واي على 2 واي على 2. طيب الواي اساسا يعني شلون اكتبها خصير هيك خلي هيك نكتبها الواحد على 2 اطلعها خارج التكامل واي في واي تضل واي تربيع دي اكس. زين انا عندي دي اكس احتاج الواي تربيع احولها انا المعادلة مالتي واي تربيع تساوي 2 اكس واي تربيع ما فهاي ما تحتاج اجدر هي الواي تربيع عندي جاهزه اجيبها بدال نعوض القيمه عاشت ايدكم. فهنا راح يصير عندي تكامل من 0 الى 6 لل 2 اكس دي اكس وبالتالي هاي 2 من تطلع خارج التكامل تروح ويا هاي فيبقى بس تكامل للاكس. تكامل الاكس هو اكس تربيع على 2 حدود التكامل تتعوض من 0 الى 6 هذا يصير 6 تربيع على 6 تربيع 36 على 2 تطلع 18 فهاي 18. طيب طلعنا الواي داش وطلعنا الاكس داش مال الشكل الاول خلاص هسه اني يعني نقدر نسوي الجدول مالتنا
تبدأ القيم بعد قسم المساحة. اي هو هسه راح اقسمهم على المساحة، هسه راح اقسمهم بالجدول. يعني انا عندي مثلا هنا النمبر الشكل الاول والشكل الثاني، مساحته الاول مساحته قلنا شنو المساحة 13.85، الاريا 13.85. الشكل الثاني المستطيل، المستطيل هو عرضه 5، ارتفاعه طلعناه 3.46، هاي تطلع بس اضربهن تطلع يمكن 17. طول العرض، طول العرض بالضبط. هسه وعلى الاكس داش الاكس والواي داش ما المستطيل يساوي ما يساوي 8.5، يعني 49.88 تقسيم 13، فهسه هاي 49.88 تقسيم 13، مو هيجي؟ غير منتظم. انا كمل باقي. ها لا بعدني على ال يعني بشكل منفصل دائما. احد 13.85 تطلع 3.6. انا ما قسمتها بس اصور. اوكي هنا الاكس داش مال المستطيل، المستطيل اريد للاكس داش. ايش قد الاكس داش مالته؟ 8.5، 5 تقسيم 2 زائد 6. حيدر حسين شو تقول؟ صالح هيك يقول صحيح، شو تقول؟ شو توافقت يعني؟ نعم 6 2.5 زائد 6. عاشت ايدك. 2.5 نص المستطيل والمسافه اللي بعد عن الاكس. عاشت ايدك. الواي داش هسه نجيها، الواي داش هنا طلعت لنا 18 تقسيم المساحة، فهي تصير 18 تقسيم المساحة، هي أصلا عندنا 13.85 يطلع الواي داش. وللمستطيل شقد الواي داش؟ 3.4 على 2. والله عاشت إيديكم. 3.46 على 2. من الحكي اخذ سميشن للاريا تطلع 30.85، واخذ سميشن للاكس داش، الاكس داش او لا مو هيك، مو هيك، هاي لا اقسمها هنا تغير كل شكل واحد. لا هاي لا اقسمها، هسه كل شكل وحده، بس هسه هن كل شكل وحده، بس هنا ايش راح نكتب؟ يعني هاي بس راح اكتب السنتر باتجاه اكس هيك، يعني سنتر، او خلينا نكتب هنا الام، الام واي والام اكس. زين هسه هاي بس اخذ لها سميشن، يعني هذا البسط، فمن ناخذ لهم سميشن ذني تطلع هنا. العفو هاي شنو انا تعلمات بالعكس بالضبط. اي بس انا هنا اصفنت، هاي اكتب البعد هنا اني بس بعد هي ونص مال الاكس. اي هذا هذا الاكس وهذا الواي، مو مشكله. هاي هنا راح اجمعهن اخذ السميشن باتجاه اكس، السميشن باتجاه واي، داش عندي من الشكل يعني الاكس داش بس وحده راح يكون الام اكس مالتها على الاريا. هنا راح تطلع 194.38 على الاريا، الاريا الكليه اللي هي 30.85، والواي داش كذلك، الواي داش تطلع 46.9 على 30.85. يعني إن شاء الله يكون بلي
ست اذا كل شيء كله طلع لي اكس اكس داش واي داش بعدين اجمع بعدين اخليهم بالجدول واي داش لا لا بعدين اخليهم بالجدول اجمعهم واقسمهم على الاري لا اسموتي جمعت الاري كلهم مالت الكيرف مالت المربع المستطيل وقسمتين على مجموع النيو اكس والنيو واي ست انا من البدايه ست مثل من البدايه ست انا طلع الاكس داش والواي داش من مالت الكيرف اجمعهم الاكس داش اجمعها والاكس داش والواي داش والواي ما صار تطلع صحيح حاليا ذني اوزان ما صار تطلع صحيح حاليا ذني وزن يحتاج يعني الاكس داش هي لما يعني شو مثل ما نقول لما تطلع واحد ونص مثلا على او ايش قد تطلع المفروض يعني خلينا نقول لما تطلع الاكس داش للشكل الاول اثنين وهاي تطلع واحد لازم تعادل المساحه مالتهم هاي يجوز مساحتها اكبر من هاي بحيث يعني مشكلة الاول جاي يميل ما ترهم لا ما ترهم لازم هذا لازم تسويهن بجدول فهمني انا الصراحه اصلا من حل يعني من حليت ما حليته بهذا الشكل ما حطيته بجدول ايش سويت قلت انه الاريا كامله مال الشكل انا هسه الورقه اليمين ما محلوله بجدول الاريا الكامله مال الشكل هي جزئين الجزء الاول هو الواي في الدي اكس هذا مال الكيرف زائد شنو؟ زائد 3.46 في 5 مال المستطيل كملت هاي المساحة الأولى الإكس داش شو تساوي؟ 0 إلى 6 واي في الدي إكس في شنو؟ في الإكس هاي كملت منين؟ من السنترويد مال منو؟ مال الكير زائد السنترويد مال المستطيل هو مساحة المستطيل مساحة المستطيل في بعد المستطيل في خلينا نسميها السنترويد center of rectangular فش قلت هذه التعويض ما تبقى نفس عادي كما هو كاملت عادي زائد الاريا مال المستطيل كان العرض 5 والارتفاع 3.46 يمكن في المسافة ايش قد المسافة 2.5 زائد 6 فتطلع شنو 8.5 من هذا الحكي طلعت لي الاكس داش كامله اللي هي 194 حسب ما اتذكر كذلك الواي بهالشكل حسبتهن بعدين قسمت على الاريا فهسه نفس الشيء هنا تردون تسووها هيك خط تكامل واحد تردون تحطوها بجدول مثل هذا ماكو اشكال بس هنا أنا يمكن بعد لنا مو بس نكتب البعد بعد لنا نضرب بالمساحه هنا وهنا احد عنده سؤال استفسار شيء ما واضح فكرة السؤال هي هاي وأكو بيكم واصلين للفكرة بس شوية مخربطين بالأرقام حتى يعني هواي من عندكم هذه الارتفاع مطلعيه ما أعرف إحنا سولفنا بيه بالميت وإن شاء الله بالنسبة للدرجات مو لا تهتمون ما دام ما صار غشو حاولتوا بإيديكم أنا من يمي هسا ننتقل للمومنت أوف إنيرشيا لو عندكم شيء شفتوا الفيديو مال المومنت اوف انيرشيا نعم شفته زين يعني انا هسه راح احل مثال واحد عليه وبعدين انتوا روحوا اقروا ما دام عندكم امتحانات وما دام شايفي اصور هو نهائيا بلي تبلكت علينا سؤال الدائره يا هو مال الدائره كان آخر مثال حليتي ما أتذكر بالمومنت أوف إنيرشيا بالفيديو هسه أشوفه وإذا المثال اللي عندي يعني أهم من عنده يعني ممكن إنه نحل هن اثنين هن أو ما أدري هسه نشوف أنا حتى ما أتذكر شنو شارحة من زمان وسويتهن هذا تقصد؟ نعم هذا استيف هذا أفضل تعوفوه مثل ما يعني عفنا شو اسمه مال الخط
إذا تذكرون قلت لكم الموضوع تجاوزوا إلى أن يعطيكم إياه دكتور مهند أو ست حنين. أنا شرحته بالخطوط، هاي الطريقة مال طرق التكامل، هذني التقنيات من تقنيات التكامل شرحتهن بالفيديو، بس انتو هذا الموضوع حاليا أجلوه إلى أن تاخذون الموضوع بالرياضيات بتقنيات التكامل. بساعتها من يعني تاخذون الموضوع قولوا لي استخدناه، بساعتها نقعد نسوي ميت خاص إذا تردون بس على الرياضيات، وأني شرحته بالفيديو هاي الطريقة كلها شرحناها. هو الفلسفة مالتها إنه يجي ياخذ مثلث، يقول المثلث هو ارتفاع واي والوتر هو اي اللي هو نصف القطر، يعني هي الدائرة، نعطي يعني هنت عليها، هي الدائرة نفسها. شو يقول؟ يقول اني هاي الدائرة راح اخذ القطر منها واخذ نقطة على الدائرة هنا مقدارها اكس واي، المسافة من الاوريجن لحد الاكس واي اسمها ار، والارتفاع راح اسميه اي. فالقانون ما تش يقول، قوانين الزوايا يقول انه اذا عندك هاي ثيتا والارتفاع واي والوتر اي، فتجي تطبق عليها هذا القانون. المجاورة مالتها دائرة وحدة يسمونها؟ دائرة وحدة هي نفسها؟ ما صار، لا لا مو دائرة وحدة، فيثاغورس. فيثاغورس اي يعني طلع المجاور من عندها اللي يعتبر وتر ار بالضبط، اللي هو جذر اي تربيع ناقص الواي تربيع. فيقول انه هذه هاي العمليه الواي هو اي ساين الثيتا. ليش؟ الواي المقابل للزاويه، يعني هو ساين شو يساوي؟ يساوي المقابل على الوتر، فالمقابل واي على اي، فالواي شو يساوي؟ يساوي اي ساين ثيتا. تمام. فشي يقول؟ يقول ان الواي هو اي ساين ثيتا، فاجى طبقها اي ساين ثيتا. طيب هو صارت عده واي، يشتقها على مود يطلع الدي واي، باعتبار انه الشريحه مالته افقيه وهو يحتاج الدي واي، فيجي هذا يشتق الدي واي. ما عندي مكان، فيجي يقول دي واي الى دي اكس تساوي مشتقة الواي بالنسبة للثيتا، بس هو ما عنده اكس، فش راح يجي يشتقها مو بالنسبة للاكس العفو، بالنسبة للثيتا. فدي واي، هاي يعني غلطت هنا، دي واي بالنسبة للثيتا، الموضوع صار لي واي ما راجعت له. دي واي الى دي ثيتا هو اي كوساين ثيتا، دي واي الى دي ثيتا اي كوساين ثيتا، المتغير مالتي ثيتا فاشتق بالنسبة للثيتا. دي واي الى دي ثيتا مشتقة الزاوية بالنسبة للثيتا هي كوساين. طيب هذه الدي ثيتا شنو بالمقام؟ يقدر يضرب بسطين في طرفين فصير دي واي تساوي اي كوساين ثيتا في الدي ثيتا، صارت عدة دي واي وصارت عدة واي. هسه يجي يطلع المساحة ويطلع السنترويد من يعني بواسطة شنو؟ بواسطة الثيتا، وبعدين يرجع يعوض القيم الذهني. أفضل إنه الموضوع حالياً تتجاوزوا وتضبطون ذنيك التكاملات البسيطة إلى أن دكتور مهند وست حنين يطوكم هذا الموضوع مال تقنيات التكامل، يوصلون لهاي التقنية. هنا تقنيات التكامل جزء تدخلتوا به هسه، بس إلى أن يوصلون لهاي التقنية. فالآلية إنه هو يستعمل قوانين المثلثات يحورها بحيث يقدر يكامل. هسه أني ما أريد أدخل بهذا الموضوع مباشرة أو بهذا التكامل المعقد مباشرة، لأنه إحنا نريد نفهم أصلاً شنو هو المومنت أوف إنيرشيا الاعتيادي مال الكيرفات العادية. فراح أخذ مثال نفهم بيه البروسيجر وبعدين نحير بهاي الأمور، وبيناتنا الحكي أحاول يعني ما أعرف، مو أحاول وإنما يعني نشوف رأي دكتور مناف ورأيي وإن شاء الله نطلع بنتيجة. بس احنا ما نتعارض اذا قال يعني، او اذا انا اقول ان شاء الله ما نتعارض، ماكو بيناتنا شيء يخلينا ما نتفق. هسه شنو؟ هسه مثلا عندي هذا الكيرف، او لا اظل انا اخليه هيجي، هذا الكيرف الواي مالته شو تساوي؟
يساوي 0.25 اكس تكعيب. مطيني معادلته، مطيني الاكس تساوي 2 متر، مطيني الواي تساوي 2 متر. ما مطيني الواي ايش اسوي؟ ما مطيني الواي اعوضها، اعوض الاكس بها اطلع الواي، والعكس بالعكس. ما مطيني الاكس اجي الاثنين اعوضها بالواي واطلع الاكس. هذا المثال شو يريد له؟ يريد find ix and iy. ال moment of inertia ال ix تساوي شو راح نقول؟ راح نقول هماتين نجي ناخذ شريحة، نفس الشريحة عادي أقدر أخذها عمودية وأقدر أخذها أفقية. بهذا المثال راح أخذها أفقية، كيفي عمودي أفقي ما تفرق لي بشي. هسه أنا راح أجرب أخذها أفقية. أسهل تردون نبلش عمودي؟ خلينا بصعب واني هذا القصد. الشريحة كلها تتحرك مسافة من يعني العرض مالتها، العرض ممكن يكون إذا كانت الشريحة هنا بالبداية عرضها يصير 2، إذا صعدت اللي هنا عرضها كلش يقل. فقيمة X اللي هي من محور Y لحد الكيرف تتحكم بعرض الشريحة. إذن ما دام الشريحة ما ملتصقة بمحور Y، إيش قلنا بالمحاضرات السابقة؟ قلنا عرض الشريحة إيش راح يكون؟ راح يكون 2 ناقص X. ليش؟ لأنه الشريحة ما ملتصقة بمحور واي، ما ممتدة إلى. أوكي؟ فأني هنا لما وصلت وصل الشريحة لهنا تكون قيمة إكس هي هاي، تكبر قيمة إكس وتصغر قيمة الشريحة. إذن هنا هماتين صحيح نقول 2 ناقص إكس العرض مالتها. بس خلينا نفتح هاي الـ IX. أنا هسا أريد أعرف مساحة الشريحة، يعني الـ DA شو تساوي؟ تساوي العرض اللي هو 2 ناقص إكس. في ناقص اكس في دي واي. عاشت ايديكم في دي واي. هاي كملنا من الدي اي. زين بعد شنو؟ بعد اريد اعرف بعدها، بعد مركز الشريحة عن محور اكس على مدى طلع الاي. بعد مركز الشريحة عن محور اكس هذا البعد هو واي. زين اني من مركز الشريحة لحد المحور الشريحة متناهية الصغر، الشريحة لأنه متناهية الصغر فالمركز مالتها والحافة مالتها ما تفرق فتبقى واي. زين هسه ايش راح نقول؟ راح نقول انه الاي اكس يساوي تكامل من صفر الى 2، من صفر لان الشريحة دا تتحرك من صفر الى 2 المن لل دي اي او يعني لمساحة الشريحة اللي هي 2x 2 ناقص x في dy. هذا كله مضروب في شنو؟ بما انه انت دا تاخذ ix تضرب في y تربيع. هي مساحة، هي هاي مساحة، هي هاي الـ x في البعد، في البعد. بس اذا نريد سنترويد نضرب في بس y. اذا سنترويد ما دام نريد هسه احنا moment of inertia نضرب في y تربيع. y تربيع هذا الاختلاف. زين بس شنو هنا بالسنترويد؟ كنا نقسم على الاريا، هنا أنا ماكو تقسيم على الاريا هو بس تكامل. هسه الاي اكس ايش راح تجي؟ بس مجرد نحل هذا التكامل خلصنا، يعني من صفر الى 2 اني عندي دي واي، معناها كل الحدود مال المعادله تتحول الى واي. وبالله هسه شنو؟ أنا المعادلة مالتي هي y تساوي 0.25 x تكعيب. إيش راح تصير؟ y على 0.25 أقسم الطرفين على 0.5 تطلع لي x تكعيب. إذن أجذر الطرفين جذر تكعيبي على مدى طلع ال x صافية، فش تصير؟ تصير تحت الجذر y على 0.25 تحت الجذر التكعيبي. ماشي؟ هذا الحكي هنا أنا أعوضه، يعني
تصير 2 ناقص تحت الجذر التكعيبي y على بوينت 2.5. في شنو؟ هاي سد القوس في العفو في y تربيع. في الدي واي هذا بعد صار يعني أمور رياضيات تكامل. راح أجي أدخل الواي على القوس، يعني عندي هاي واي مضروبة بالقوس كله، فهاي يصير 2 واي تربيع ناقص هذا البوينت 2.5. البوينت 2.5 هي 1/4، يعني تخيلوها 1/4 بالمقام، ممكن تنكتب هنا يعني تصعد مقام والمقام بسط، فيصير 4 تحت الجذر التكعيبي في y بس 1/3 لأنه هذا جذر تكعيبي، وتدخل التربيع تصير y تربيع. أعيد فشي مفهوما، ال y تربيع دخلت على 2 ونزلت هذا بشكل عادي. البوينت 2.5 هي ربع، هي 1/4. هسه إذا تضربها بالحاسبة، بس تدخلها بالحاسبة، يعني شوفوا بوينت 2.5 1/4 مقام المقام، هذا مقام يعني مقام المقام باسط، يعني الأربعة تصعد بصف الواي، فصارت 4y تكعيب يعني تحت الجذر التكعيبي. فصلت الجذر إلى جذر، الجذر التكعيبي للأربعة والجذر التكعيبي للواي. الجذر التكعيبي للواي هو 1/3، تنكتب أس 1/3 والواي تربيع نزلت نفسها دخلت. هسه صار الموضوع كلش لطيف وسهل، هنا مجرد إنه أكامل بالنسبة للواي الاثنين صير واي تكعيب على 3، حدود التكامل 0 إلى 2. الحد هذا هذا كونستانت ينزل، هنا عندي 1/3 وهاي 2، يعني هاي شو تصير؟ يعني تصير 6/3، 6/3 زائد 1/3 صير 7/3 تقسيم، أو يعني 7/3 تقسيم 7/3. واضحة لو أفصلها؟ 6 و5/3 ليش 5؟ الواي هنا لو هنا لا 6 الواي مو 5/3 ليش هذه؟ 6 تربيع ندخل إلى الجذر نربح مرتين يصير واي 4 تحت الجذر تحت الجذر واس 5 لا تحت الجذر التكعيب واس 5 لا مو انت هاي عندك هاي تربيع مو انت عندك هنا واي تحت الجذر التكعيبي صارت واي اس 1/3 اوكي هذه الواي تربيع ما تدخل وياها ليش تدخلها وياها ستاس واي واي اس تربيع مصر 2/1 لا ليش واي واي اس 2/1 انا مش فاهم 5/3 منين جبتوها منين جبتوها تتذكر الضرب تجمع الاسس شفت عند الضرب تجمع الاسس اي اوكي جمع الاسس 2/1 اوكي شلون تجمع الاسس مو هو انا جمعت الاسس بس انتوا شلون قاعد تجمعوهم يعني عندي 1/3 + 2 مقفولي هنا واحد مقامات توحيد المقامات مالتنا الاعتيادي المقام المشترك هسه شنو 3 على 1 3 على 3 1 3 زائد 2 صحيح هو اعرف هنا هسه ايش قاعد تبع العفو 5 اي 6 بس انا يعني خلي اعلمكم طريقه ليش توحدون المقامات وتاخذون وقت الامتحان لا هذيك الا واحد سدك واحد راسن مع بص والمقام على وتقسم مع المقام خل اعلمكم طريقه تتعلم متعود على الطريقه شوف هسه انا لما هنا عندي واي اس 1/3 في واي اس 2 هاي الاثنين خلينا نخليها على صفحه هنا أنا شنو المقام 3 فهاي الاثنين خلي اشيلها بس اخليها ببالي انه كانت هنا 2 ايش قد المقام هذا 3 انزل هنا مقام 3 يا رقم من قسمه على 3 يطلع 2
الستة. أنا ستة. الستة. ستة. الستة على ثلاثة. تتلمع ستة أضرب اثنين في ثلاثة زاد واحدة. أي فهسه بس تصير سبعة على ثلاثة مباشرة. يعني الثنين بدل ما هي اثنين أكتبها ستة على ثلاثة وأجمعهن رأسا فصار سبعة على ثلاثة. فشفتوني رأسا يعني بشكل كلش سريع حليتها وكملت وكاملت ويعني بلا ما نوحد مقامات. لا مو على متوحد متعودين على الطريقة مال واحد مو رأسا نسوي ماني هاي ما أعرف هاي الطريقة مال واحد سنة لا أوكي هسه كملنا بشكل اعتيادي ووصلنا للناتج هذه بعد ما نعوض حدود التكامل اللي هي من صفر إلى اثنين تطلع لي الآي مال الشكل بوينت خمسة ثلاثة ثلاثة ام أس أربعة هو صحيح نفس القانون مال السنترويد بس هنا بدل ما أضرب ببعد واحد أضرب بتربيع وما أقسم على أريا هذا الفرق هسه احنا حسبنا لهذا الشكل حسبنا له الاي اكس نفس الشكل هسه راح احسب له اي واي بس شنو بس هسه مثل ما قلتوا خلينا ناخذ شريحه عموديه خلينا نسولف بشريحه عموديه نغير يعني راح احسب الاي واي بس بشريحه عموديه هنا قلنا الواي هو 0.25 اكس تكعيب الابعاد 2 ب 2 خلنا ناخذ شريحة عمودية اللي هي هاي ارتفاع الشريحة واي العرض مالتها اكس بعد شنو بعد شو احتاج ما احتاج الباقي هذه دي اكس فهسه الاي واي تساوي انا عندي واي اضربه باكس تربيع في مساحة الشريحة مساحة الشريحة شنو الارتفاع واي والعرض دي اكس ففي واي في دي اكس مفهوما؟ أحد بدأ إشكال؟ حدود التكامل طبعاً مال الشريحة تتحرك الشريحة منه هيك دا تتحرك تروح وتجي فمن الصفر للثنين هماتين أكو شيء ما واضح أنا خايفة من الإنترنت خاف يفصل فما أدري صوتي يعني والله ست الإنترنت ست كل ساعة يفصل عندنا عديهم بس هي المحاضرة مسجلة يعني هسه إن شاء الله بس أكمل أهمية أرفع لكم إياها أنا عندي هسه دي إكس والحد شنو الحد اللي لازم أستبعده معناها الواي أجيب بدال الواي أعوض هاي القيم تساوي من صفر إلى اثنين إكس تربيع تنزل الواي هي 0.25 إكس تكعيب والدي إكس تنزل تكامل كلش لطيف وسهل فهسه البوينت 2.5 تطلع من خارج التكامل ثابت شو يبقالي؟ يبقالي هنا اكس تربيع وهنا اكس تكعيب صارت اكس اس 5 اكاملها تصير اكس اس 6 على 6 حدود التكامل 0 الى 2 بعد ما اعوض حدود التكامل هذا يطلع لي 2.66 خلص السؤال اكو شيء ما واضح تحبون ناخذ بعد مثال نعيد في الشيء بس اضافه بسيطه ست ست ارجو انه من اصدقائي وزملائنا انه اذا يريد يشارك بس يرفع ايده ويا الاستاذ قلت لك تفضل حتى الكل يستفاد حتى ما يصير اذا صارت وصلنا كل شيء ما اسمع انت مثلا شنو اللي ما افتهمته لا ست انا مو ما على المحتيم ما بس هي لان هوسه ما قدرت اشارك ست رفعت ايدي ويعني ما تدري لا مو اني من اجي لي هنا بعد ما اشوف شكو بالميت فحتى ما اعرف من اللي حاكيني اي ست هو هنا المشكله لان انا يعني تصير هوسه وما اقدر اشارك واغلب الزملاء اللي هم ما يقدرون يشاركون ما يسمعون ها هي ان شاء الله على غير والله يعني ان شاء الله على غير نظام حلو ونظام ترفع ايدك ماشي ان شاء الله تفضل الاستاذ وانت تسولف والله هذه الامور بيناتكم انتم على جروبكم يعني انا ما احب انه اقيد الطلاب بالتعامل لا بالكلاس ولا بالصف الاعتيادي
أحب إنه يعبر عن نفسه وعن رأيه، فما منتبه لهاي الأمور يعني. بعد شنو عندكم؟ أكو شيء ما واضح؟ سؤال، استفسار؟ تردون نحل بعد مثال على المومنت أوف إنيرشيا؟ قولوا يعني، إذا تحسون الموضوع بعدكم ما مفتهمي قولوا، هسا نحل بعد مثال. ستأكو مثال أخذت علي الحدود مع التكامل ستبل يعني على محور واحد مو هيش يعني على أكس بالكتاب؟ أيسي يا مثال تذكره؟ مات المستطيل هذا المستطيل؟ أظني هذا؟ أي شبيه هذا؟ الحدود ما تكامل خطين على محور واي. حدود التكامل من سالب اتش الى اتش اي هنا على واي. لو بالعكس. ليش عب العكس؟ مو احنا شوف. مو ستهنك المرة ناخذها على محور اكس. لا مو احنا انا شون دائما اقول لكم لما نحل دائما اقول لكم. اقول لكم ما دام هي دي واي. تاخذ حدود التكامل اللي على الواي. ما دام الشريحة ماتك تتحرك. تصعد وتنزل تصعد وتنزل يعني ويا واي يعني ستمشي على الشريحة أي تمشي على الشريحة تمشي على الشريحة تصعد وتنزل مو أفقية حركتها شون تكون صعود ونزول صعود ونزول يوازي منه معناها الواي أو شو تقول أو تقول ما دام أنا عندي هنا دي واي أخذ الحدود باتجاه واي لو عندي دي إكس أخذ الحدود باتجاه إكس فاهمني يعني هو جد السمك مال الشريحة دي واي فأنت من طلعت الأريا طلعت لك دي واي هنا فإذا تأخذ الحدود ويا واي بعد نعم أنا ما عندي شيء وياكم إذا تحتاجون همين حلول إضافية أمثلة إضافية أنا حاضرة كل التوفيق لكم إن شاء الله أتمنى تكونوا سجلتوا حضور على الكلاس روم أنا ما أقدر أسجل حضور يعني لأن جهازي مو موجود بلي ما يخالف أنا من يمي يعني راح أشرها من يمي تمام تمام طلاب كل التوفيق لكم إن شاء الله.